وقد تنازع أهل الحديث على قولين، أيجوز أن يختصر الحديث أم لا يختصر؟ قال بعضهم لا يجوز أن يختصر الحديث ويجب أن يذكر الحديث كما هو، وبعضهم قال يجوز، ولا أدل ولا أوضح على جوازه من فعل البخاري رحمه الله، فإنه كان يختصر الحديث، ما كان يذكر الحديث كله في باب واحد، أحيانا يجزئه يذكر جملة من الحديث في موضع ولا يذكر باقي الحديث في هذا الموضع. لما؟ لأن الباب إنما يذكر فيه ما يدل عليه من جمل الحديث،